بعد منافسات استمرت 5 أيام حصدت دولة الكويت المركز الأول في مونديال القاهرة للإذاعة والتلفزيون للأعمال الفنية والإعلام في دورته السادسة، والذي شاركت في منافسته 15 دولة عربية. وقد حصدت دولة الكويت 45 جائزة من بين 52 عملا إذاعيا وتلفزيونيا، وهي المشاركة الأكبر لدولة الكويت في هذا المونديال مقارنة بالسنوات السابقة. وقد تسلم وفد دولة الكويت برئاسة الشيخ فهد المبارك الصباح الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة جوائز المسابقة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الشيخ فهد المبارك الصباح الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة ورئيس وفد دولة الكويت في مونديال القاهرة للإذاعة والتلفزيون. بداية مرحبا بك شيخ فهد، كيف ترون المشاركة المميزة للوفد الكويتي هذا العام في هذا المهرجان، وكيف كانت المنافسة خلال الفعاليات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية اسمح لي أن أهدي هذا الفوز المركز الأول لمقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ولا سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وإلى رئيس الوزراء والوزراء والشعب الكويتي الحبيب. حصولنا المركز الأول ما جاء من فراغ، جاء من جهود جميع الأخوة العاملين في وزارة الإعلام، موظفينا أخوانكم وخواتكم كويتيين 100%، جهزنا لهذا المهرجان من قبل 6 شهور، والحمد لله أن حصدنا النتيجة المركز الأول اليوم وبجدارة. نعم. طيب، ما هي أبرز هذه الجوائز التي حصلتم عليها من أعمال إذاعية وتلفزيونية؟ حصلنا الله يسلمك الجوائز الذهبية، هي أغلب البرامج والجوائز الذهبية، ثم جاءت الفضية والبرونزية. تقريبا في تنافس بسيط بين الإذاعة والتلفزيون، الإذاعة تفوقت هذه السنة على التلفزيون في الجوائز. المونديال في تطور مستمر، نحن في الدورة السادسة، وأنا خلال مشاركتي من 3 سنين هناك في تطور كبير من ناحية التنظيم، من ناحية مشاركات البرامج اللي تدخل هذه المنافسة، المنافسة الشريفة اللي تحصل بين الدول. الزعل ما كان في زعل، بالعكس اللي فاز الوطن العربي ككل، ما يعني بالعكس كانوا الجماعة كلهم مبسوطين وزارة الإعلام دولة الكويت فازت بالمركز الأول. نعم شيخ فهد المبارك الصباح الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة، شكرا لك. شكرا.